بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالي بعنوان قص الأظافر الطويلة للأرانب. طول الأظافر دي بينتج للأرانب المتربية في أقفاص بطاريات. ليه؟ لأن الأرنب أساسا كان عيشته في الحياة البرية إنه بيلزم إنه يفحر أنفاق وجحور وينبش في الأرض والحاجات دي، لكن لما اتنقل للقفص لو حب بينبش ويعمل الكلام ده ممكن الضفر يتعلق في سلك من أسلاك أو حاجة ويتكسر فيسبب له نزيف ومشكلة للمربي، طبعا هيقف نزيف إزاي. وعشان خوف المربي من حكاية طول الضوافر دي واحتمال انها تشتبك وبتاع، فيجب عليه انه بيقوم بقصها بس بطريقه فيها حرص شديد عشان ما يعملش نزيف للارنب. بيجي عشان يقص بعيد، بيقص بعيد عن المنطقه الظاهره للاوعيه الدمويه في الضفر، يعني يجي شايف الاوعيه الدمويه الدم واصل لجزء في الضفر قرب اللحم وبعد كده ابيض، يجي بعد المكان الدموي دوت يسيب مثلا 2 3 مللي ويروح قصص ده بالنسبه لقص الضوافر. هننتقل للشق الثاني اللي هو ردود على استفسارات مربيين. واحد يقول ما معنى الذكر بعد ما يلقح النتايه الاقي دم نازل من الذكر، عشان جربت مع نتايه ثانيه لقيتها فيها دم برضو بس دم باهت مش شهير. حكاية الدم اللي انت بتشوفه ده اكيد انت بتدخل النتاية دي بعد الولادة مباشرة للذكر. الدم بتدخلها بعد الولادة مباشرة بيكون لسه في اثار من الولادة بتاعتها، فبيختلط الاثار دي بتختلط بالقضيب بتاع الذكر او بالذكر. يعني سؤال تاني بيقول ينفع أحقن الأم العشار للتسمم الدموي والبكتيري ولا لا؟ ينفع طبعا تحقنها بس ما يكونش هي عشار في أكتر من 15 يوم، يعني 15 16 وانت طالع لا ما تحقنهاش، تستنى لما تولد وتبدأ تحقنها بعد كده. سؤال تاني بيقول ينفع أحقن الأم العشار دي أو لا؟ يقول بلاقي على الساق زي الدم الأحمر أو زي حتة كبدة عند النتاية، ما سبب هذا الموضوع؟ الموضوع بتاع الأثار اللي انت بتشوفها الكبدة دي ديت يا إما إنها المشيمة ناتج الولادة يا إما إنها ناتج من نواتج الأثار الوراثية المميتة، إنها لأجلنا ما كملتش، لأجن نفسها ما كملتش داخل الأم فبتنزل في الصورة اللي انت شفتها. سؤال بيقول عندي أرنبة عشر المفروض تولد وبقالها فترة ما بتاكلش، وطلعت النهاردة لقيت تحتها حاجة زي الدم بس خفيف، أعمل معاها إيه؟ أرنبة عشر مفروض تولد، المفروض تولد يعني انت ما هتفرض انها المفروض بدي تولد من اليوم 29 للتلاتة وتلاتين أربعة وتلاتين، يعني في خلال أربع خمس أيام، فما تحكمش عليها إلا إذا كنت متأكد من التاريخ. حكاية دم خفيف دي بداية العلامة بتاعت الولادة، يعني لما تيجي تولد دي بداية العلامة بتاعتها. سؤال تاني بيقول عايزة نصيحة للي يعرف أي معلومة والنبي ما يبخل عليا، والدتي عايزة تعمل مشروع تساعد والدي في مصروف مشروع تربية الأرانب، حد جربه أو معلومات عنه نبتدي إزاي؟ عندنا سطح أوضة بتاعتهم لازم مسقوفة والأرض برضو تكون بلاط، ولا مش لازم أي حاجة عنهم؟ فيدوني بالله عليكم، وهو مشروع ناجح ولا في مشاكل؟ فيدوني. حكاية ناجح وحكاية فاشل والكلام ده دي مرتبطة بدرجة المعرفة عند المربي. معرفة نمرة واحد، الجهد نمرة اتنين، يبقى عارف كل حاجة والجهد اللي هيبذله والمتابعة اللي هيعملها دي ما بتجيش من فراغ. ممكن عشان تطمنوا اكتر اطلعوا على الفيديوهات اللي انا بنزلها بداية من اول فيديو وتشوف هتقدروا تكملوا ولا لا، هتستفيدوا من بقية الحلقات ولا لا، وبناء عليه تقرر اذا كان بيشتغل ولا لا. اذا اعجبكم الفيديو ولمتابعة كل جديد اعمل مشاركة،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.